احنا نحاولنا انه المنتخب يستمر بالاستعداد. مباراة عندنا مع نيوزيلندا يوم 28، منتخب نيوزيلندا من المنتخبات المتاحة في هذه الفترة كما تعرفون، لان هنالك التزامات على مستوى تصفيات كأس العالم، لكنه منتخب جيد، في لاعبين يلعبون في الدوري الانجليزي، معظم لاعبين محترفين في اوروبا، ولهذا هم اختاروا الامارات في هذا الوقت في ايام الفيفا. انا اعتقد فرصة جيدة ايضا للمنتخب للاستمرارية في التحضير للتصفيات الآسيوية. احنا ثلاث لاعبين دخلوا جدد عن القائمة، هم عمر هاني، براء مرعي، وصالح راتب. هؤلاء اللاعبين دخلوا، تعرفون احنا المنتخب اكيد دائما نقول في كل وقت اللاعبين الاجهز الاكثر جاهزية. راح تدرون احنا الان الدوري المتوقف من يوم 25/11، مرحلة صعبة بسبب توقف الدوري وعدم وجود مباريات، بالتالي ممكن هنالك 13 لاعب محترف نحاول ان نعتمد عليهم في هذه المرحلة، مرحلة الفيفا دي القادمة بمباراتنا مع نيوزيلندا. نبدأ بالشق الأخير. نعم، أنا منذ اليوم الأول اللي جيت ولا زلت أنا غير مقتنع بالأجندة، لا زلت عند رأيي أنه إذا ردنا نطور كرة القدم يجب أن نزيد عدد المباريات، نزيد عدد البطولات. هذا هو برأيي الهدف اللي يجب أن نصله في الفترة المقبلة، لكن تعرفون الظروف الصعبة اللي تمر بها الأندية، لكن أتمنى أن تتحسن هذه الظروف، لكن نحن وضعنا كل هذا في مخططنا. إذا لم ننجح في هذا الموسم في زيادة العدد المباريات أو البطولات، أتمنى أن ننجح في الموسم المقبل، لأن برأيي هو هذا السبيل لتطور كرة القدم وتطور المسابقات المحلية. بالنسبة لياسين، هي ليست استبعاد، هي بقدر ما كما قلت هي مباريات إعدادية، نحاول أيضا نعطي فرصة لبعض اللاعبين. ياسين شاهدناه في التجمعات الماضية، شاهدت عن قرب وعندي تصور كامل، وبالتالي نحاول أيضا نشاهد لاعبين آخرين مثل صالح راتب لأول مرة يأتي على القائمة، براء لأول مرة. فلهذا أنا أعتقد أنه الفترة المقبلة أيضا عمر هاني نفس الشيء، ممكن تشهد حضور بعض اللاعبين الجدد من التشكيلة. حقيقة أنا رأيي لا زال ولا زال متمسك به ولا زلت، لكن ظروف الأندية هي اللي وضعتنا في هذا الخيار. لا زال هنالك خيار آخر، خيار البطولة الثالثة وخيار زيادة المباراة، لا زال موجود هذا الخيار. ممكن وجود رعاية للدوري تعطينا فرصة أكبر لكي نذهب إلى استحداث بطولة ثالثة تلعب في مباريات في التوقفات الدولية مثل ما يحدث في كل مكان في العالم. لازلت عندي هذا الرأي، وإن شاء الله ننجح في شو الرزنامة نوقشت، وكان هنالك بلان ثاني، بلان بي اللي وضعناه اللي هو في بطولة ثالثة في زيادة بعض المباريات، ممكن نجاح في إيجاد رعاية لهذه البطولة سيضعنا في وضع أفضل في تغيير الرزنامة. أيضا حتى مسألة الرزنامة تبدأ بشهر 2، تعرفون تحدثت أنا لازلت عند رأيي أن هذه الرزنامة لا تخدمنا، تشوفون أجواء صعبة وباردة، من الصعب أن تبدأ إعداد أيضا هناك اختلاف بيننا وبين الدول في المنطقة بالنسبة للرزنامة. فبالتالي حتى بدأ الشرق بدأ يغير، اليوم تايلاند مثلا اللي هي بالشرق غيرت رزنامتها، أصبحت تلعب مثل أوروبا مثل. فأنا أعتقد موسم المقبل سيشهد عودة الرزنامة كما كانت سابقا. نعم، نبدأ بأجندة المنتخب. كما تعرفون هذا الموسم هنالك توقفات قليلة للفيفا، تعرفون هذه السنة سنة كأس العالم، عندنا توقف في الشهر الثالث، وعندنا بالسادس اللي هي تصفيات الآسيوية، وعندنا شهر 9 بعد ذلك كأس العالم، لأن فقط ثلاث فترات للفيفا، وبالتالي نحن نحاول الشهر الثالث أن نجد مباريات تجريبية. نفكر أن نلعب مباراتين في عمان، لا زالت الاتصالات جارية، لكن تعرفون صعوبة لأن
فيها تصفيات كأس العالم الحاسم بالنسبة لآسيا ولأفريقيا وحتى الملحق الأوروبي في هذه الفترة. شهر 6 راح تكون هنالك تصفيات القرعة ستجري في العام في الشهر المقبل. بالنسبة لنا سنحاول أن نستضيف مجموعتنا لأن التصفيات راح تكون على نظام التجمع. بما نحن في المستوى الأول من حقنا أن نستضيف المجموعة. ننتظر القرعة وسنقدم طلب لاستضافة التصفيات هنا في عمان اللي هي شهر 6. فإذا تقريبا الأجندة مليئة إلى نهايات هذه السنة. أنا حضرت الاجتماع وسمعت الأندية ومشاكل الأندية والصعوبات، ولهذا الأفكار اللي كنت واضحة ما تحدثت بها، لأن أنتظر نجد حلول لما طرح في الاجتماع. من ضمن الحلول هي وجود رعاية للبطولات كي تستطيع الأندية أن تستمر بشكل أفضل بدون مشاكل مادية تؤثر على وضعها وعلى اللاعبين والفريق. نعم، الاتحاد الآسيوي شفتوا أنتوا غير الأجندة، ونحن في مخططنا سنغير. يعني من الصعب أن نغير في هذا الموسم لأنه يمكن أن نؤجل الموسم 8 أشهر بدون مباريات، ولكن هنالك مخطط للموسم المقبل إن شاء الله ستعود الأجندة كما كانت في برايا. طبعا أنا حقيقة سعيد جدا، هذه واحدة من مؤشرات عودة الألق لكرة القدم الأردنية وعودة الاهتمام باللاعب الأردني، وهذا شيء مهم. شاهدتوا أنتوا رغم أنه هي انتقالات شتوية دائما التعاقدات محددة كما تعرفون تختلف عن الانتقالات الصيفية، لكن أن يكون هناك من لاعبين يحترفون في هذه الفترة طلب كان كبير على اللاعب الأردني، هذا يؤكد أنه عودة الثقة لكرة القدم الأردنية، وهذا شيء مهم واحد من أهدافنا اللي تحدثنا عنه منذ يوم القدوم إلى المنتخب.